حكايتي المغاربة كلهم داخل الوطن وخارج الوطن. صديقي سامي قال لي نعطيو شوية على الديانة اليهودية. تبغي يقول علاش حنا اليهود كنديرو نهار السبت؟ اشنو هو السبب لنهار السبت؟ حنا ما كنخدمو فيه، ما كنديرو فيه حتى شي حاجة، غير كنمشيو كنصليو وكنعبدو سيدي ربي 25 ساعة. هو هكذا سيدي ربي قالينا في التوراة، كي شات يمين على حقاش في 6 أيام عصا هشام سيدي ربي صوم إتا الشماي فيتا ريس. سيدي ربي خلق الأرض والسما وبيوم الشي في عيشة فات في نفاش، ونهار السبت سيدي ربي ما دار والو. كيكمل كتكمل الآية وكتقول لنا عالكن على حق سيدي ربي ما دار والو نهار السبت براخي لوكين اتشوم الشيعي سيدي ربي عطا البركة نهار السبت. و بارك نهار السبت هكذا مكتوب في الآية في التوراة. كيزيد سيدي ربي وكيقول أوت هي بيني وبين بني إسرائيل، سيت اون أليونس اللي كاينة بيني وبين بنو إسرائيل، حاجة اللي هي واعرة في الديانة اليهودية. واحد بنادم اللي كيحرم نهار السبت، علاش؟ إنه في الساعة اللي اليهود كيديرو نهار السبت بحال إلا كيشهدوا بين الناس سيد ربي خلق السماء والأرض في 6 ديال النهارات. تبغي يقول هذه الشهادة اللي اليهود كيشهدوا فيها. اش كيديروا نهار السبت؟ من الوحدة الظهر ديال نهار الجمعة كانوا في الملاح كيدوزو العلماء وكيضربوا بالشوفار. الشوفار هو كيضربوا بلا واحد الحاجة اللي هي كيضربوها اليهود، وكانوا كلهم اليهود كيمشيو كيسدو الحوان ديالهم وكيمشيو يوجدوا راسهم نهار السبت. المسلمين كانوا دايما بحال الفران اللي كانوا في المغرب في دوك اليامات، ما كانت البعية ديال، ما كانت مشكلة ديال اهو تسعة، زعما كان واحد الحاجة اللي هي كانت كان الصور مسدود، وكانوا اليهود كيديو كلهم السخينة على الفران ونهار نهار السبت كيمشيو كيجيبوها والدار ديالهم. ولكن هذا هو ملي كيبداو شبات، ملي كيخرج يدخل نهار السبت كيمشيو اليهود كيوجدو راسهم وكيمشيو كيصليو صلاة العشاء فيها 7 ديال الركعات، كيرجعو للدار ديالهم ميقادشيم على ياين، كيشدو ان جو دو ريزان وكي يباركو عليه ليلة السبت، كياكلو كيشربو كيتكلمو على الديانة وكيمشيو ينعسو. لا غدا عاوتاني تخصنا نفهم بين نهار السبت حرام نتكلموا على البيع والشراء، حرام نتكلموا على حتى شي حاجه اللي هي كيديروها الناس من نهار الحد ونهار الاثنين ونهار الثلاثه ونهار الاربع. السبت هو واحد الحاجه بينه وبين الله اللي خلقه. و لغدا كينوضو كيغسلو كيشربو كاس ديال اتاي، كاين اللي ما كيشرب كاس ديال اتاي حتى كيدير الصلاه هي الاوليه. ولكن الربي لوبافيتش زخد سايو خرج في الخام وكيقول ملي الكوف دي بنادم نحلاش ما بقاش بحال دوك الكوف دي الاول، كنا كنعقلوا هادي 100 عام كانوا الناس صح، دابا شويه الناس نقولوا ما عندهمش داك الفرصه.
كيقول بان ما كاين مشكله، بنادم يقدر يشد واحد بيتي غاتو قبل من الصلاه وعاد يمشي يصلي لسيدي ربي. حتى تماك كنصليو وانا تماك تاي سبعه الركعات، وعاود تاني كان نخرجوا التوراة وكنقراو فيها كل نهار قطيع. كنبداو من البريشي تيبغي يقول من نهار اللي سيد ربي خلق الدنيا حتى الفيزوطا بركة حتى الاخر اللي سيدنا موسى كيدعي مع بنو اسرائيل قطيع. خاص بنادم يفهم بان الديانة اليهودية هي استوار ديال الوفات العام، والمع حاجه اللي كنديرو هي سوتين استوار. الا كنديرو بيساح اون استوار، الا كنديرو العيد النوال فيها الاستوار، هذه استوريا. و واحد النهار كان نابليون كان ديز واحد البلاصه اللي كانوا تماك اليهود قاعدين كيبكيو، وكان تيشعب يا فو نهارات اللي هما واعرين عند اليهود، اللي اليهود كيجلسوا من اللي سيد ربي بيت القدس دخلا كيقعدوا كيبكيو على دوك على داك النار اللي دخلا بيت القدس. و داك نابوليون دايز هو كيسولهم قالوا اش غير كيديروا هادو كيبكيو، قالوا دي كيبكيو على بيت القدس اللي دخلات. قال لهم شحال هادي باش دخلات هاد بيت القدس؟ قال له اودي هادي 1000 قطران من قطران وشحال نعامل. قال لهم واحد الجنس اللي هو ما نساش داكشي اللي داز عليه هادي 1500 عام، هذاك الجنس حاجه مهمه. دونك هذه استوريا، هذه ماشي نقولوا شي حاجه، هذه استوريا. كانت واحد الاستوار بين بنو اسرائيل وسيدي ربي، بان الديانه اليهوديه هي ديانيه اللي سيدي ربي عطاها بوبليكمون. تيبغي يقول كل من الناس سمعوا بان التوراه تعطات. قال لك شامو عمي ميرغازو حيلا حاز يوشو بيلاسيش بلاشيت، قال لك كلهم ترد على الدنيا من اللي سيدي ربي عطا التوراة ترد على الدنيا. واش مكتوب تماك؟ انا الله اللي خلقتك ما يكون عندك شي الله مغيري. ومكتوب تماك زخور يتوما الشابات اللي قديشو تيقول الناس سيدي ربي في دي كومونتون بعدين تيخصو يتفكر نهار السبت باش يحترمو احترام كامل. و عاوتاني كيكون اللي كنجيو عاوتاني نهار السبت عاوتاني من الشام كناكلو وكنشربو، عاوتاني كنبدا كيمشي الرياح كنتكلمو على الديانية، عاوتاني منحة صلاة الظهر، وعاوتاني عرفيت. عرفيت هي صلاة العشاء ولكن كنخرجو فيها السبت. كنت تماك الطاحون نتان كنقولو واحد الكلام تماك باش نخرجو نهار السبت. اللي بغي يقول بان نهار السبت هو نهار مقدس، سيدي ربي وصانا على هاد الحاجه. وكيقول تماك في الايه او تي لي اولا سي اون اليونس، بحال اللي بنادم كيتزوج واحد المراه كتزوج مع واحد الرجل كيديروا عقد، هذا عقد اللي عندنا حنا بينا وبين سيدي ربي. حنا ملي كنا في المغرب ما كنا كنتكلموش على الديانه، نقولوا مع المسلمين الا كان احترام بين اليهود والمسلمين، كل واحد الدين ديالو وكل واحد كيدير اللي بغا. و حنا ملي كنا في المغرب كانوا بزاف المسلمين كانوا كيحترموا نهار السبت ديالنا، ملي كانوا كيجيو عندنا ما كانوا كيكميو. حنا عندنا وحنا حرام عندنا نكميو، حرام حرام عندنا نشعلو العافيه. انه هادشي قال لنا سيدي ربي لو تفعروا ايش بكل مشفوتيخين بيوم الشبت. سيدي ربي كيقول لك ما تشعلش العافيه نهار السبت. كاين الحوايج في الديانه اللي هما نقدروا نفهموهم، هادي كيتسمى كنفهموها. كاين الحوايج في الديانه اللي ما كنقدروش نفهموهم، ولكن هذا هو الدين اللي بعد ما كيفهموا كيديروا. الا كلشي كتفهموا اش كيولي؟ كيولي تضحك ماشي دين. انه
حتى في الى نشوفوا نقولوا في الحقوق ديال الدنيا مكتوب تما كوتش شفر ما تقتل كلشي الا بدا كيقتل في اي بلاصه في العالم كيديو للحبس. تيبغي يقول كاين الحوايج اللي ما كيقدروش نفهموهم في الديانه كيتسمى حكه حكه تيبغي يقول بحال الحقوق يفو فيغ خصك دير. دونك هادشي داكشي حنا ما كانش علوش العافيه راسي كيفاش كنطبخو كنديرو السخينه كنوجدوها نهار الجمعه كيديوها الفران وكتاكل كلشي سخون والحمد لله كاين البلاطا عندنا البلاطا كيديروا فيها الماكله كتاكل كلشي سخون. هذا غروسو مودو نهار السبت اش كنديروا فيه ان شاء الله. احنا غادي نزيدو نفسرو المره الجايه ان شاء الله اش كلينا سيد ربي ناكلو واش ما كاينا سيد ربي ما ناكلوش. كاين بزاف ديال الحوايج كاين خلاف كبير بين الديانه اليهوديه والديانه الاسلاميه كاين خلاف كبير بين الديانه اليهوديه والديانه ديال النصارى خلاف كبير بزاف. ماشي نقولوا كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما حرام علينا ومسلمين كياكلوهم كاين بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنديروهم حتى في الطهاره حنا كنديرو الطهاره في حاجه اخرى مسلمين كيديروها في حاجه اخرى ولكن لو بلوز امبورطون في هاد الحوايج هو الاحترام. اذا كيكون الاحترام كيكون كلشي مزيان وهذا هو باش حنا ملي كنتكلموا على الديانه اليهوديه خابش تفسروا اش حلال واش حرام. ولكن حنا ما كنجيو كنقولوا لشي ديانه دير ولا ما دير داكشي حنا ما شغلناش لكم دينكم ولي دين كل واحد الدين ديالو كل واحد كيدير اللي بغى في الدين ديالو. ولكن الحمد لله هاد الاحترام اللي كاين وغادي يبقى ان شاء الله بين اليهود والمسلمين غادي يبقى دائما ان شاء الله. احتراماتي كلهم مغاربه اللي هما داخل الوطن وخارج الوطن وانتم سيد ربي ما يحشمش بكم ويعطيكم العمر الطويل وتكونوا دائما طالعين. والحمد لله المغاربه طالعين فين ما كيمشيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالوا لها بقى ابراهيم.